التمس من اخانا الفاضل الشاب الاستاذ حمد الجهني فليتفضل مشكور. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها لم لك الحمد يا غفار ما هاج صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. فأنت الذي من جودي يمناك عدتي وزادي وفيك المدح يحلو ويعذب. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. أبارك لإخواني الخريجين تخرجهم وأسأل الله عز وجل أن يكونوا لبنات صالحة في بناء مجتمعهم. بدأت هذه الجامعة من 6 طلاب والآن يبلغ عدد المتخرجين منها 284,000 طالب و105 طلاب. هذا العدد الكبير نريد من كل واحد منهم أن يكون مشروعا نوعيا في خدمة الأمة كما كان شيخنا مشروعا نوعيا في خدمة الأمة. يقول الشاعر: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد. يقول ابن دريد في مقصورته: والناس 1,000 منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. نحن نريد الرجل 1,000، الرجل الذي يؤثر، الرجل الذي يغير. ولن يستطيع التأثير والتغيير إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل في إرادته لذلك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا عزم الإنسان النية وصدق مع الله فإن الله عز وجل يقول في كتابه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لم يدر في خلد شيخنا عندما بدأ في عام 1979 من الميلاد في تدريس 6 طلاب أن عمله سيتحول إلى مشروع وزارات متعددة: وزارة الصحة أكثر من 30 مستشفى، وزارة التعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي، وزارة التعليم العالي كليات وجامعات، وزارة الخدمة الاجتماعية كفالة للأيتام وللأرامل، وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بناء لأكثر من 6,500 مسجد، حفر ل5,500 بئر تقريبا. هذه إحصائيات مذهلة. المشروع سماه الشيخ حسن الزميلي اليوم، قال هذا المشروع هو المشروع المعجزة. معجزة أن يقوم رجل وفرد بمثل هذه الأعمال، لكنه ليس بمعجزة إذا علمنا أنه فتح من الله عز وجل. والله عز وجل إذا فتح على الإنسان فإنه يعطي عطاء بلا حدود، لأن الله كريم والكريم إذا أعطى أدهش. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر مما أطلنا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم جميعا من فتوحاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.